إذن كما نلاحظ هنا خلاصة لموضوعنا السابق استخدام there is وهي معناها هناك يأتي بعدها اسم مفرد أما إذا قلنا there are فهنا نأتي بعدها باسم جمع. مثال على ذلك there is a book وهنا لاحظوا أننا قلنا a book باستخدام اسم مفرد أي كتاب واحد. هناك كتاب a book كتاب واحد وجاء قبله a وهذه a تأتي مع المفرد there is a book. There is an apple. There is an apple. كذلك الحال هنا نحن نشير إلى تفاحة واحدة أي أن هناك تفاحة. لاحظوا هنا عندما استخدمنا a book أو كلمة book وضعنا قبلها a indefinite articles a وهي أداة التنكير a التي تأتي مع الأسماء التي تبدأ بحرف صحيح. أما آن فهي سبقت الاسم الذي المفرد الذي يبدأ بأحد حروف العلة التي سنشير إليها إن شاء الله بعد قليل. إذن هنا بما أنه الاسم المفرد أبل يبدأ بحرف صحيح أو صوت صحيح وهو هنا أ إذن قلنا آن أبل وفي كلتا الحالتين هنا a book آن أبل هنا اسماء مفرد إذن وضعنا معهم there is. في المثال أدنى There are some pens. هنا جاءت لدينا some وما بعدها اسم جمع وهو pens أي أقلام حبر. وفي هذه الحالة يجب أن نلاحظ أننا لن نضع a أو an قبل pens لأن الاسم pens اسم جمع لا يأخذ معه هذه الأدوات التنكير، إنما وضعنا قبله some بمعنى بعض. وبما أنه الاسم جمع ووضعنا قبله some إذن جئنا بthere are وليس there is إذن نقول there are some pens.